قبل معركة خلدي يعني هي حوالي 4 أيام من الاجتياح الإسرائيلي. خلال الاجتياح الإسرائيلي يعني يوم ستة يوم خمسة خلينا نقول يوم خمسة قبل ستة يوم خمسة بلش العدو الإسرائيلي يقصف المناطق اللي على خطوط التماس قصف عنيف. طلع طيران الحرب ضرب مركز بأرنون وأسقط حركة فتح الطيارة وأخذ أسير. بلش تغلي يوم خمسة كان عم يغلي، يوم ستة فات العدو الإسرائيلي من أكثر من محور. أنا بذكر المحور اللي كنا فيه، كنا بجبشيط، فاتوا من جهة الأعقية وتوزعوا شيء على النبطية ليطلع على قلت شيف وكفي على زفتة على الزهراني، شيء من هونيك على جبشيط ليروح على حروف انصار على الميرية، شيء كفى على قصيبي الخرايب إلى آخره. كان اندفاع مش طبيعي. خلال هالفترة نحن متكلين على غرفة العمليات المشتركة انه هي تبلغ شو عم يصير وهيك مع المقاومة الفلسطينية. للأسف كانت الاتصالات ضعيفة أو شيء، ما شفنا الإسرائيليين صاروا بيناتنا مباشرة بالإمكانيات المتواضعة. أنا عم بقول لك بكل ضيعة 4-5 ضربوا قضيب بسفن، شوية رصاص كلاشن إلى آخره. أبناء عم يحمي. خلال هالفترة كانت قيادة الحركة أو جزء كبير من قيادة الحركة بإيران، كان في مناسبة الحاج محمود فقيكان بإيران، الحاج خليل حمدان، يعني قيادة الجنوب كان قسم منا مش موجود. خلال يومين تم يعني بلش الاتصال، تعرف فات العدو الإسرائيلي ما حداش مسترجيتها من البيت. خلال يومين ثلاثة بلشنا نلملم حالنا ونعمل اتصالات على مستوى الضيعة والمنطقة والشعب وإلى آخره. رابع يوم بلشت الحركة تجمع قواه، يعني أنا بتذكر كان عندنا موقع بسجد، كان في مربط مدفعي 130، كان عندنا مركز بزفتة، كان عندنا أكثر من مركز. لملموا حالهم الشباب وبلش يعني بلش التواصل من أول وجديد. لست شهر يعني لسادس يوم وصلوا الإسرائيليين على الدمور، صار في اشتباك قوي بالدمور. كانت فتح والمقاومة الفلسطينية وبعض الأحزاب اللبنانية كانوا مئات لهم، ونحن كان لنا مجموعة بالدمور. هذه للتاريخ، كان لنا مجموعة بالدمور طلعت من حي السلم. بلش الإسرائيلي يتقدم، بلش الزخم العسكري لقلنا للمقاومة كلها سوا يتراجع لوين؟ لمنطقة مدينة الزهراء، لمنطقة خلد، يعني مدينة الزهراء قدامها ووراها قيادة العامة، حركة فتح، حركة أمل، بعض الأحزاب من الحزب الشيوعي والحزب القومي، قوة تانية كانت دوبا اللي عم يعني تتجمع. فبالليل وصل الإسرائيلي على تلال خلدي، نعم، وصل على الشط. صار اشتباك قوي، كان عماد الاشتباكات هي مدينة الزهراء. مدينة الزهراء هي كانت مركز المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ولكن الإمام عملها مدينة للأيتام الأخوات. نعم. فكان فيها مجموعة من الحرس تعززت من الشياح، من برج البراجدي، من الغربية، تعززت هذه المنطقة. بالليل بيصير في اشتباك أو محاولة إنزال. أنا بذكر أنه الشهيد سعيد مواسي هو من أطلق طارق، يعني هو من أطلق أول قذيفة بسفن هونيك على دبابة. طبعا الإخوان من حي السلم قبلوا بلاء حسن هونيك، إخوان الشياح برج البراجني، قاتلوا قتال طويل عريض وبلشت ترتفع معنوياتهم. لما صاروا يشوفوا عم يواجهوا الإسرائيلي وجه لوجه خفت الهيبة اللي كانت معمولة عن الإسرائيلي. كنا مفكرين إنه هذا الإسرائيلي مارد عملاق جبار إلى آخره. قتل قائد أركان، قتل يقتئيل آدم، نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، ابنه قتل بمعركة بنت جبال عام 2006. يقتئيل آدم قتل بال 1982، ابنه قتل بال 2006 بمعركة بنت جبال اللي خاضها حزب الله وقتل يعني مجموعة كبيرة. فتاني يوم الصبح تعززت المواقع كلها عنا، من عنا ومن عند غيرنا، وقتلنا قتال طويل عريض بهذا المطرح يعني. إلى أن بالليل تم أسر ملالي. أول شيء ملالي جابوها الشباب وظلوا رايحين فيها مباشرة على برج البراجني، برج البراجني على الشياح، وبعدين أخفي أثره لأسباب معينة ونزل بالجرائد كلها سوا. للمرة الأولى بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي حركة أمل تأثر آلية إسرائيلية ونزل بكل الجرائد. صحيح. بالأعلام. طيب حتى نكسر